لما بحثت فرق كبيرة على الرجاء للوداد للجيش لبركان لي زوطخ ايكيب وداكشي وهادي ضروري غادي تلقى مشاكل كثيرة. حاولنا نديرو الماتش ديالنا كما خدمنا في السيمانة كاملة. فريق الرجاء البيضاوي يعني عندو لاعبين متمرسين، عندهم لاعبين عندهم تجربة يقدروا يفاجئوا في أي لحظة. حاولنا أننا نقلوا من المساحات، كذلك ما نرتكبوش الأخطاء إلا بغيتي تخرج بنتيجة إيجابية مع فريق بحال كفريق الرجاء البيضاوي. فضروري خصك تقلل كما قلت لك من الأخطاء اللي ديشي ما يكونوش، كذلك تقليل المساحات ما بين اللاعبين. الحمد لله هادشي اللي حصل. حنا كان بإمكاننا أننا نباغتهم بعض الهجمات المرتده اللي كان بامكان ديالنا نسجلوا فيها اهداف، كيما هما ممكن كان ممكن انهم يسجلوا اهداف. كنظن يعني بالنسبه لي انا ما كنكون الا راضي على اللاعبين المجهود اللي قدموا اليوم باش تاخذ نقطه من فريق الرجاء البيضاوي. راه ماشي شي حاجه سهله، فريق كبير لا بالجمهور ديالو يعني دائما كيحطك تحت الضغط. الحمد لله صارت الامور كما بغينا. حاولنا هاد جوج ماتشات الاخرين اننا خرجنا من داك لودو ديال موفي ريزلت اللي طحنا فيه ديال 5 ماتش متابعين. فالحمد لله يمكن هاد النقطه هادي بالنسبه ليا من فريق الرجاء البيضاء غتعطينا واحد الحافز قوي بالنسبه لي. يعني نتمنى اللاعبين انهم يقوموا بنفس المجهود في المباريات القادمه، وتوفيق للفريق الرجاء البيضاوي في المباريات القادمه. واضح سي بشعيب، شكرا.